اهلا بيكم مره ثانيه معانا بعد الفاصل ومعانا نجمه كبيره، لكن خلينا في الاول. كان معانا النهارده بطل يوسف عبد العزيز برضو في التنس طاوله، لكن هو وصل فعلا هنا عندنا في القناه، لكن جات له حاله وفاه لعمه. لازم نقول له البقاء لله والدوام لله. ان شاء الله باذن الله يكون معانا باذن الله في حلقات قادمه. لكن خلينا نرحب بالبطله والمعجزه ولاعيبه التنس طاوله في النادي الاهلي، وهي هانا جوده. اعتقد يعني ده اصغر حوار ممكن اعمله، لكن مع نجمه كبيره ان شاء الله في المستقبل القريب باذن الله. مساء الخير يا كابتن. هانور. هانا جوده اسم يتردد في عالم التنس طاوله، صح؟ صح. وكل الناس تقول لي هانا جوده دي المعجزه اللي طالعه. خلينا نبدا معاكي من بدايتك. رحنا على ملعب التنس طاوله على طول ولا رحنا فين؟ في النادي ده؟ رحنا جمباز قبل كده. هايل. وبعدين لعبنا هاندبول. هاندبول؟ ايوه. ده لعبتي. هو انا عارف. طب سبتيها ليه؟ حد يسيب الهاندبول برضه؟ ما كملتيش ليه في الهاندبول؟ يمكن عشان انا حبيت التنس طاوله اكتر كده، كنت بتمرنها معاها يعني ساعات. في الاول بدات الاثنين مع بعض، بس انا حبيت التنس طاوله. لما رحت لملعب الجمباز قعدت قد ايه في ملعب الجمباز؟ قعدت مش كتير، قعدت بس عشان نحضر اللياقه عشان يبقى كلهم تروحي لمرحله ثانيه، لعبه ثانيه. ايوه. يعني الجمباز مرحله انتقاليه، انت كنت عامله حسابك على كده. مظبوط. طب قولي لما رحتي بلعب الهاندبول وبقيت تلعبي مع التنس طاوله، بدات تمشي الاثنين، تدريب هاندبول وتدريب تنس طاوله؟ كنت بطلع من التمرين ده على التمرين ده. طيب عايز اعرف بس، روحتي بلعب تنس طاوله ازاي؟ يعني وصلتي الملعب ده ازاي؟ مره كان اخويا بيتمرن سباحه، فبعدين امي قالت تعالي نشوف لعبه كده تلعبيها. بعدين نزلنا الصاله قالوا لي انت ممكن تلعبي وهنقص لك ترابيزه. قام قصوا لي الترابيزه. يعني ايه نقص لك ترابيزه دي بقى؟ عايز اعرف ايه الحكايه. الترابيزه المفروض تكون بمقاس معين، هم خلوها اقصر من المقاس ده. لدرجه في النادي ولا بره؟ لا في النادي. في النادي؟ في النادي الاهلي. انت لما دخلتي ملعب تنس طاوله شوفي انت معجزه في التنس طاوله؟ قالوا ممكن تكون بطله كبيره. ايوه. انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه، هي بطله تحت، بطله عرب في بطوله العرب في عمان تحت 12 سنه، دي في 2017. افريقيا تحت 12 سنه ما شاء الله عليه، موريشيوس والتاني العالم في اسبانيا، مظبوط كده؟ تحت 12 سنه كل حاجه، وتاسع السيدات. بعد ما بدانا في التنس طاوله كل المتابعين بيقولوا ان انت حاجه مختلفه. يعني ايه حاجه مختلفه؟ عايزه افهمها منك. يعني بتعملي ايه جوه الملعب؟ عايزك تشرحي لكل الناس. بحب اتمرن طول الوقت، وكمان في نفس الوقت بحب يكون ما بين التمرين يبقى عندي التمرين وان انا اذاكر كمان عشان يكون عندي مستقبل في الاثنين. عادي يعني. 11 سنه وبتقعده طول النهار والليل في النادي تلعبي تنس طاوله، مظبوط؟ ايوه. وبتذاكري، بتوفقي ازاي بين الاثنين؟ بعد لما اخلص يوم التمرين برجع بالليل احل الواجب وافهم منه واذاكر كده شويه وبعدين انام. عايزه تاخدي شهاده ايه؟ الشرق. لكن الفرقه معاكي التنس طاوله. ايوه. انت محترفه تنس طاوله في السويد فعلا؟ لا لسه، بس ممكن لسه في حاجات مع النادي هناك. لا بس انا عارف ان انت بتروح السويد. بروح معسكرات وبطولات وكده. اشمعنى السويد؟ اخترت السويد بالذات؟ هي جت مع ماما اللي قالت ولا بابا ولا مين؟ لا هي عشان اول بطوله حضرتها دوليه كانت في السويد فعجبتنا، وكان فيها ناس بتتعامل معانا كويس عشان كده رحت هناك. طب عايز ابدا بطولاتك، اول بطوله اخذتيها من سن كام سنه؟ أول بطولة سبعة. ما شاء الله. كان بطولة الجزائر تقريبا. أيوة. طلعت فيها كام؟ أول تحت 12 وتاني تحت 15. ما شاء الله. وأنت كان عندك سبع سنين. وكسبتي اللي هم عندهم 11 و12 سنة. أيوة. تفتكري البطولة دي كنت لعبتي مين في فاينل؟ واحدة من الجزائر. عملت إيه وأنت بتلعبي في صالة الجزائر وجوه الجزائر وفي فرق خمس سنين؟ احكي لي الماتش ده. كان عادي، انا اصلا انا كنت لعبت معاها في قبلها ولعبت مع البنت دي كذا مره قبلها، فانا كنت عارفه ازاي اتعامل معاها. بطولات كثيره، لكن عايزين نسرد البطوله بطوله، وهي بطولات عندك بطوله العرب تحت 12 سنه في السنه اللي فاتت، من سنتين عفوا، من 2017. ايوه. في عمان. عملت ايه هناك؟ انا كنت في الاول بدات اخذت اول مجموعه.
بعدين عشان كان تصنيفي كويس فانا دخلت على السيمي فاينلز على طول. على طول؟ ايوه. هو انت ده اللي بطوله العرب بالتصنيف؟ اصلا انا كنت عندي تصنيف فانا مصنفه، كنت مصنفه اول على البطوله. هايل. واللي عنده مصنف اول على البطوله بيخش على طول على السيمي فاينل. يعني بعد المجموعه لو اخذ اول مجموعه ممكن يدخل على طول على يطلع على السيمي فاينل على أيوة. طول. أيوة. طب وعملت ايه في بطوله العرب؟ احكي لي في ماتش الفاينل. فاينل كسبت 3-1 ضد واحده لبنانيه. خدت شوط منك ازاي؟ ايه؟ خدت منك شوط ازاي؟ انا لا عايز اعرف. لا لا ده مشكله كبيره. الشوط اللي اتاخد منك ده ازاي؟ كان الشوط الاول. الشوط الاول؟ ايوه. وبعد الشوط الاول غيرتي الخساره؟ غيرت التكتيكات. غيرتي يعني ايه غيرتي التكتيكات؟ لا لا انا عايز بص انا عايزك تجيبها لي. غيرت التكتيكات دي مهمه جدا. يعني ايه غيرت التكتيكات؟ يعني لعبت بطريقه تانية. يعني ايه لعبت بطريقه تانية؟ ما لازم اعرف. بصي انا معاك النهارده للاخر، احنا قاعدين الهواء مفتوح معايا. يعني ايه غيرت التكتيكات؟ يعني انت اكتر لعبك على الفور هاند ولا الباك هاند؟ شفتي انا كويس عارف صح؟ في النص. في النص. يعني ايه في النص؟ يعني في نص الترابيزه وفي نصها هي. طب ازاي؟ مش هي برضه في نص الترابيزه بتبتدي تتحرك يمين او شمال عشان تلعبها باك، ولا بتضايق اللعبه في نص الترابيزه؟ نص يكون بيضايق شويه. ليه؟ عادي عشان مش بيكون في المسافه ان انت توسع لها بسرعه وكده. فعشان كده بتلعبي على نص الترابيزه؟ ساعات كده وكله بلعب كله يعني. بتلعبي كله؟ بتلعبي مع سن لغايه كام سنه؟ سيدات يعني. سيدات؟ لعبتي بطوله سيدات؟ ايوه. طلعتي كام؟ 7. السابع في البطولة ولا السابع على الترتيب العام؟ في البطولة وتاسع على الترتيب العام. التاسع في الترتيب العام هي كابتن نهال دينا مشرف رقم واحد؟ هي ما بتلعبش بطولات في مصر بس هي مصنفة أول عشان هي جوه ال 100 في التصنيف الدولي. سؤال، ما لعبتيش كابتن دينا مشرف قبل كده؟ ليه؟ ما حاولتيش ولا هتخسري على طول؟ لا انا ما لعبتش معاها قبل كده. ما لعبتيش. لعبتي مع مين من البنات الكبار عندنا في النادي؟ يسرى اشرف حلمي. كويس جدا. عملت ايه؟ خسرت 3-2. خسرتي منها ما شاء الله 3-2. ده ماتش رسمي ولا جوه النادي؟ لا رسمي، كان في بطوله في مجموعه. لا في المجموعه. ايوه. خسرت منها 3-2. تفتكري الاشواط مشيت ازاي؟ انا كنت كسبانه 2-0 بعدين 2-1 ليا و10 6. طب وبعدين؟ ما ايه اللي حصل؟ يعني 10 6 فرق ناقص بونت صح؟ طب ايه اللي حصل؟ احكي لي. شدت حيلها؟ ممكن طب وانت ازاي ما خدتيش البونت ده؟ انا شايفك اساسا وانت قاعده بتتكلمي معايا عندك روح وحماس ما شاء الله عليك، فازاي تخسري بونت كده؟ ايه السبب؟ ما انت لازم تعرفي السبب عشان بعد كده ما تخسروش. عشان انا كان المفروض 10 6 اول ما تبقى 10 8 اخد تايم. كويس. بس انا بعديها قلت ان شاء الله اجيب البنت، ان شاء الله اجيب البنت. وبعدين؟ بعدين ما عرفتش اجيبه. ايه الماتش اللي قدامنا على الشاشه ده؟ دي البنت بتاعت المانيا. انا لعبتها السنه اللي فاتت على نفس الترابيزه. هايل. وكسبتها برضه 3-1. كويس. بس السنه دي كانت شده حلوه جدا عشان كانت عايزه تكسبني، وكان في ناس كتير قوي بيشجعوها، بس انا هي كسبت اول جيم 11-6. بعدين انا بدات عرفت بقى، افتكرت انا ازاي اتعامل معاها. وبعدين انا هكلمك بصراحه جدا، لما بنتي بتخش سيده كبيره يعني عندها 20 سنه 21 سنه، ولو بنت 12 سنه بيكون الوضع شكله ازاي معاكي؟ بيتعاملوا معاكي ازاي؟ عادي يعني. في الاول يعني لو مثلا واحده كبيره اول مره لعبتني ممكن تكون شويه خايفه. عشان انا اصغر منها او حاجه. يعني بتحسي بايه وانت داخله؟ يعني بتعامل معاك ازاي؟ بحس بحماسه عشان انت بكون متحمسه. بتكوني عايزه تخلصي الماتش تكسبيه. اتعلمتي الروح دي فين؟ يعني الروح اللي انت فيها، المكسب اللي انت ما بتخسريش. من ابطال العالم. من ابطال العالم؟ عارفه ابطال العالم كلهم؟ لو جبت لي الصور كلهم. مين مسك الاعلى؟ دينج نينج وتشامونج. هايل. وفي مصر؟ الصين. هو من بس الصينيين جامدين قوي في اللعبه دي. عشان كده واخداهم مثل الاعلى. وناويه تخلصي تكسبيهم؟ يعني ان شاء الله. في مصر ما كسبناش البنات، ما كسبوش عندنا الصينيات قبل كده مظبوط؟ بالذات ابطال العالم يعني. ما وصلناش. ما اعرفش بقى. هاي يمكن عايزه اريح شويه من التنس طاوله. ماما. مامي. مامي. بتعمل ايه معاكي؟ هو بتسافر كل السفريات معايا.
وبتحضر كل التمارين. هي ماما بتلعب تنس طاوله ولا ما بتلعبش تنس طاوله؟ لا ما بتلعبش. ما بتلعبش وهي مبسوطه بيكي؟ ايوه. بتقول لك ايه بقى بعد كل ماتش مكسب؟ بتقول لك ايه؟ مكسب ان انا اركز ومش مهم يعني الخساره حلوه عشان بتعلمنا. هايل. والمكسب لو في حاجات غلط جوه الماتش لازم نتعلم منها وكده. اكلمك بصراحه برضه ما خسرتيش ماتش وماما كانت زعلت او على الماتش ده؟ عادي. لا ها يعني ايه يعني خسرتي ماتش فماما زعلت قالت لك ياي ما كنتيش تخسري الماتش ده؟ لا هي بتقول لي بس ايه الحاجات اللي المفروض كنت اعملها زي في الماتشات بتاعت السيدات يعني في زي ماتش يسرى كان فاضل لي بونت واكسب الماتش. فبعدين قالت لي لازم كده من السيتويشن دي نتعلم ان في 10 لو 10 6 ومثلا 10 7 لازم ناخد تايم عشان هاخد معاكي تايم واخرج لحد مهم عندك برضو في حياتك التدريبيه. مساء الخير. معانا كابتن هيثم حامد المدير الفني تحت 18 سنه ومدرب كابتن هانا جوده. مساء الخير يا كابتن هيثم. مساء النور كابتن خالد. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. احكي لي على النجمه والمعجزه هانا جوده. لا انا يعني الانجازات اللي هي عاملاها تتكلم عنها كتير فعلا زي ما بيقولوا عنها لعيبه معجزه يعني هي تعتبر لعيبه معجزه لعيبه بروميسنج عندنا في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. واحنا بنعدها كمان ان هي ما تكونش بطله يعني بطله مصر بس احنا ان شاء الله بنعدها ان هي كمان تبقى ان شاء الله تجيب ميداليه في الاولمبياد الاول ناشئين وان شاء الله كمان الاولمبياد تبقى على مستوى سيدات كمان باذن الله. بصراحه شديده عايز اعرف وهي بتتمرن معاك وضعها ايه؟ بتكون انا حاسس ان هي روح وحماس عالي جدا، فاحكي لنا بتعمل ايه معاك في الملعب؟ لا هنا يعني هي طفله، يعني هو انت بتتمرن بطله بس هي من جواها طفله لسه صغيره فبتبقى عامله روح حلوه في التمرين ان هي دايما تلاقيها على طول بتقعد تجري هنا وتتنطط هنا وعندها طاقه كبيره قوي وحماس كبير ما شاء الله قوي. ان هي ما شاء الله ان هي دايما عايزه تفرغ كل الطاقه دي وان هي تعمل نتائج كويسه فبتلاقيها دايما في التمرين في ما شاء الله روح وحماس من اول التمرين لاخره وهي من اللعيبه يعني اللي ما شاء الله اللي هي دايما بتبقى واخده التمرين بجديه قوي وفي نفس الوقت في روح حلوه يعني هي الابتسامه ما بتفرقهاش بتبقى دايما عايزه تساعد كل زمايلها في التمرين. لا هي روحها جميله قوي يمكن ده من الاسباب كمان اللي بتخليها ان ربنا بيكرمها ان شاء الله وتبقى احسن كمان الفتره اللي جايه. بما انك انت بتحضر مباريات انا سالتها سؤال وعايز حضرتك ترد عليا فيه. لما بتيجي تلعب كابتن كبير 20 سنه 21 سنه بيتعاملوا ازاي معاها جوه ارض الملعب او جوه الماتش؟ لا هي لما بتلعب مع ناس اكبر منها بكتير هم بيبقوا قلقانين بسبب فرق السن هم شايفين لعيبه كويسه جدا وفي فرق سن كبير فبيبقوا عندهم دايما حته توتر وفي قلق شويه منها ان هم ازاي يختاروا من حد اصغر في السن وده بيعمل عليهم ستريس شويه ان هي بيبقى في فرصه ان هي ممكن تعرف تكسب اكتر. لكن هي اللي بيأثر عليها اكتر ان هي بتبقى الحماس الزياده قوي فبتستعجل وبيبقى قله خبره شويه عندهم فممكن ده اللي يوصلها ان في ماتشات بتبقى قريبه قوي مع ناس كبيره وكويسه ممكن في الاخر تختارها في اخر لحظه لكن طبعا برده ده كله انجاز كويس ليها ونتائج كويسه جدا 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 لان ما فيش حد في سنها يمكن في تاريخ اللعبه كلها كان عنده 11 سنه ودخل خد 7 سيدات وكان ممكن تخش الاربعه كمان كان ممكن تطلع من الاربعه وكانت قريبه جدا في ماتش الاربعه مع مروه برضه كان لعيب النادي الاهلي لكن هي في الاول وفي الاخر بتبقى برضه لسه في خبره وفي هم كمان لعيبه كبار فهي لسه يعني بس هي ما شاء الله عليها يعني ما شاء الله فعلا اللهم لا حسد ليها لكن هي نجمه وبطله فعلا دي حقيقه. اكيد في مواقف معاها شخصيه بتحصل معاها مع حضرتك شخصيا بتضايقك شويه في التدريب حصل معاها موقف مضحك يعني ليها مواقف؟ لا هي انا مش بتضايقني في التمرين بس هي انا طول التمرين بحس ان هي بتلف ورايا يعني بتجننك انا ماشي في الترابيزه دي بروح لزميله الترابيزه عليها جايه ورايا كل ما جايه ورايا جايه ورايا فبحس اوقات ان انا ممكن ابقى عايز استخبى منها في التمرين هي بس كمان ان هي تقدر تعمل كده هي تقدر ان شاء الله يعني باذن الله. كابتن هيثم بنشكرك شكرا جزيلا كنت معانا النهارده. بتعاملي ازاي مع كابتن هيثم؟ بتجننيه في الملعب ازاي؟ احكي لي قولي لي. مش بتجننه انا اهو الراجل قال لك انت بتجري وراه في كل حته.
قولي لي بتروحي ليه؟ ليه بتروحي ورا كابتن هيثم في كل، انت عايزه تلعبي طول الوقت تنس طاوله مفيش وقت يضيع منك التدريب؟ ايوه. انت عايزه كده الدرجه دي بتحبي تنس طاوله؟ ايوه طبعا. حبيتي تنس طاوله لما شفتيها ولا حبيتي تنس طاوله بعد ما لعبتيها؟ يمكن بعد لما لعبتها. بعد ما لعبتيها بقت حاجه اساسيه في حياتك. أوه. بتعاملي مع اخواتك ازاي؟ محمد وهمس صح؟ صح. انت كبيره ولا انت صغيره؟ انا الوسط. انت الوسط، مين الكبير؟ محمد. بتعاملي ازاي مع محمد؟ يمكن مش بنشوف بعض عشان بيتمرن ووتر بولو في النادي الاهلي. ها. هو من الفريق كويس، هو عشان كل واحد يبقى ليه معاه مواعيد في النادي فبنتقابل في وقت مش كتير يعني. يعني مامي بيتوصل محمد ولا بتوصلك هنا وهمس بتلعب؟ همس؟ لا همس بتلعب العاب قوه. العاب قوه في النادي برضو؟ ايوه. ولكم في مدينه نصر؟ لا انا وهي في مدينه نصر وهو في الجزيره. ما شاء الله. بتلف ازاي؟ ماما برضو؟ لا مامي انا وهمس ومحمد بيتعامل كده. بيتعامل خلاص كبر؟ اه. تقولي ايه لمامي انت على الهواء؟ هي طبعا قاعده بره يعني موجوده بتتفرج على كل حاجه دلوقتي، بس هي بره الهواء، بس بتقول لها ايه بجد؟ انا بحبها قوي. بس وشكرا على اللي هي بتعمله. وكل عيلتي كمان. بابايا وجدادي وكلهم، عشان كلهم برضو بيتعبوا معانا. بيديك سبورت جامد بابا؟ اه. تقولي له ايه؟ شكرا يا بابي. وهمس ومحمد ما بيقولكيش بقى كفايه بقى تنس طاوله بلاش وبتاع، ولا بيجي يلعبوا معاكي؟ لا ساعات بينزلوا يلعبوا معايا. بتسيب لهم الجيم ولا؟ لا عادي. هنتكلم على بطوله افريقيا موريشيوس في 2018 وطلعتي مركز اول مظبوط؟ تفتكري البطوله دي كويس؟ لسه مفيش. اه. قولي لي عملتي ايه في البطوله دي؟ زي بطوله العرب كنت بلعب مجموعه. فاخدت اول مجموعه، بعدين اوتوماتيكلي كلنا لعبنا السيمي فاينل على طول عشان ما كانش في اعداد كبيره. بعدين لعبت سيمي فاينل مع بنت من الجزائر. وكسبت 3-0. طب انا بس حاطط لي صوره على الهواء، معلش انا اسف بقطع كلامك يعني. بس حاطط لك صوره على الهواء، قولي لي الصوره دي ايه؟ ده اخويا كانوا بيلعبوا مع الزمالك. في نادي هليوبلس. فكان بيلعبوا مع الزمالك وكسبوا 21-3 او حاجه كده. ما شاء الله. وسبتي تنس طاوله عشان تروح تشجع محمد؟ بعد التمرين. ازاي؟ انت قلت لي قاعده في الملعب طول الوقت. ايوه ما هو التمرين من 5:30 ل7:30، بعدين رحت الماتش. تروح تشجعي؟ ايوه. بتشجعي النادي الاهلي في كل حاجه؟ ايوه. قولي لي ايه الرياضه الثانيه بره التنس طاوله اللي بتحبي تتفرجي عليها او بتحبي تروحي الملعب تتفرجي عليها في النادي الاهلي؟ كوره، هاندبول، باسكت، يعني سباحه، ووتر بولو. ووتر بولو ده عشان خاطر محمد؟ عشان بحب اتفرج عليه وهو بيلعب. رحتي استاد الكوره قبل كده؟ بتتفرجي على فرقه الاهلي في الكوره؟ ممكن ساعات. بتشجع مين بره مصر؟ يعني ايه؟ نادي بره مصر، ريال مدريد، برشلونه، ليفربول عشان محمد صلاح. تحبي محمد صلاح؟ ايوه. عايزه تقابليه؟ عادي. اه اكيد. اه ممكن في يوم من الايام يبقى هنا جوده زي محمد صلاح في العالم؟ ان شاء الله. انت عايزه كده. قولي لي ايه احلامك الجايه؟ ان انا اكون بطلة العالم، بطلة الاولمبياد. هايل. في 2020 طوكيو؟ قلت لي اولمبياد، انت اللي قلتي. اللي كنا سبع تاسع السيدات دلوقتي صح؟ يبقى هنكون بطل الاولمبياد ان شاء الله. امتى؟ 2020؟ انت اللي شايفه؟ انت اللي هتقولي لي مش انا، ده طموحك. ناوي على امتى فعلا؟ يمكن 2024. 20 في فرنسا ناويه ان شاء الله. بتحضري لده ازاي؟ ان انا اتمرن كتير. أيوة. واظب على التمرين كده. بتحضري لده في دماغك وبتحلمي بالحلم ده اللي انت توفي تستني ميداليه الاولمبيه في قدام العالم كله؟ طبعا. يعني انا معاكي 100%، ما شاء الله عليكي، انا مبسوط وسعيد ان انا قاعد قدامك، خلي بالك بجد. لكن خلينا نروح لبرضه لبطوله مهمه في حياتك، 2018 طلعتي تاني العالم في اسبانيا. خسرتي مين؟ الفاينل لعبت، خسرت من واحده من ماليزيا، انا كنت كسبها في مجموعه. وايه اللي حصل؟ ازاي عدت دي منك برضه؟ يعني كنا 10-6 وخسرنا بونت وخسرنا ماتش، ازاي دي عدت منك؟ ها؟
انا كنت كسبها في مجموعة 3-0، بعدين هي يمكن درست لعبي. حفظتك. يمكن ممكن. سريعة على التنس طاولة كتير في التلفزيون في البطولات الدولية وكده؟ موبايل. على الموبايل؟ يعني الموبايل بتاعك شغال تنس طاولة؟ بس. ولما بتروحي المدرسة شغال برضو موبايل تنس طاولة؟ مش باخد في المدرسة. مش باخد الموبايل. ليه بالمرة خديه جوه المدرسة ولا ايه رأيك؟ قولي لي ايه أعز ميدالية عندك؟ أعز ميدالية؟ اه. الميدالية اللي أنت يعني تعبتي قوي وحاجة مبسوطة بيها جدا. ممكن بطولة العالم وبطولات السويد الدولية. عشان بطولات السويد بتكون أصعب بطولات. بيكون بيبقى فيها يابانيين وأمريكا وحاجات كده. قولي لي دايما بيكون ليكي مواقف مع أصحابك في الملعب. أكيد. يعني إيه؟ إيه الموقف اللي أنت بتنسوش مع أصحابك؟ معاكي لاعبات زيك بيلعبوا معاكي تجننيهم يجننوكي تجري وراهم. مين اللي دايما بينك وبينه يعني شد وجذب؟ يعني ايه بتجري وراها شد وجذب؟ يعني بتتعاملي معاها بتجري وراها دايما بتلعبي بتحبي تلعبوا مع بعض جوه في صاله التدريب؟ عايده عندها كام سنه؟ رحمه كبيره. اه. بتعملي ايه في عايده؟ هي في المانيا، هي محترفه في المانيا نادي هايل، وبتيجي النادي الاهلي ساعات. بتعملي ايه معاها؟ بتحب تتمرن معايا عادي وكده. وانت بتحبي تتمرني معاها؟ ايوه. بتكسبيها ولا تكسبك؟ ما لعبتش، يمكن هي بتكسبني. يعني وانتوا بتتمرنوا مع بعض بس؟ اه. ما لعبتوش جيمات؟ لا لعبنا جيمات بس هي بتكسب ساعات. اه. ما حاولتيش تلعبي مع سيدات بتلعبي؟ ما حاولتيش تلعبي مع رجال في التنس طاوله؟ رجال ساعات بلعب مع رجال. مع مين؟ عمر بدير ومحمود. بتعملي معاهم؟ يعني بتعملي ايه؟ تكسبي؟ لا بيكسبوا هم. 3-0. اه. مفيش ولا شوط حتى كده في السكه؟ معرفش ممكن. عايزك تقولي كلام اخير عن طموحك في الاحتراف، ناوي تحترفي امتى؟ انت قلتي السويد، انا عارف انت بتروحي السويد دايما، واعتقد اتعرض عليكي عقد احتراف هناك في السويد. ايوه. طب ما رحناش ليه؟ معرفش. ماما اللي ترد على الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني ماما اللي ترد على عدم احترافك، ولا انت مش ناويه عشان لسه بتدرسي وقاعده في وسط بيتك الايام دي؟ انا ما اعرفش. طيب بعد شويه ناويه تحترفي بره مصر؟ ايوه لو جات لك فرصه. اهو لو جات لك فرصه. انا مش عارف اقول لك ايه، لكن صدقيني انا مبسوط وفخور بيكي جدا جدا جدا، ما شاء الله عليكي نجمه ان شاء الله باذن الله هتكوني، يعني هم كلهم بيقولوا معجزه، لكن ما شاء الله ان شاء الله كلنا نبارك لك على ميدالية الاولمبيه وبطوله العالم اللي انت عايزه تحقيقها رقم واحد باذن الله ان شاء الله. صدقوني استمتعت جدا بالحوار مع هنا جوده، افتكروا الاسم ده كويس في العالم الجاي في عالم التنس طاوله، محققه انجازات ما شاء الله عليها، انجازات افريقيه وعربيه وعالميه باذن الله. في المرحله اللي جايه هنستناها زي ما هي قالت، نفتكر الجمله كويس قوي، في فرنسا 2024 في بطوله الاولمبياد باذن الله، الكلام ده هنحلم معاها وان شاء الله حلمها يكون حقيقه، ومبارك لها وتظل بطله ونجمه متالقه. في نهايه حواري بشكركم والى اللقاء.